للصناعات التحويلية الغذائية قصد دفع الإنتاج الصناعي الوطني تعد استراتيجية منتهجة من طرف الدولة لنهوض بهذا القطاع، والعين المنطقة الصناعية ببلدية أقبو بولاية بجاية التي تضم قرابة 30 مؤسسة صناعية تحويلية في المجال الغذائي. استفادت 4 مؤسسات منها من دعم الدولة. عندنا حاليا حوالي 4 مؤسسات استفادوا من في إطار الكالبيرف في منطقة أقبو. هذه المؤسسات معظمها مؤسسات الصناعة الغذائية، معناها استفادوا بقطع أرضية لتوسيع المؤسسة، سواء توسيع آلات الإنتاج يعني لإنتاج أكبر. تسهيلات وامتيازات ستسمح بمضاعفة الإنتاج الوطني وزيادة نسبة اليد العاملة على مستوى المناطق الصناعية. لوندي يعني تدعيم الاستثمار، يعني جبنا الآلات وما خلصناش يعني لي دروا دو دوان. المشروع هذا انجزناه في اطار لوندي، دونك امتيازات تاع لوندي استفدنا بهم، دونك اعفاء الجبائي على لي دروا دوان لا تي في ا في الامبورتاسيون. تحفيزات كهاته ستمكن رفع قيمه صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات.